السلام عليكم. في هذا لو نوفو كور ديال لا فيزيك دي سيمي كونديكتور لا فيزيك دي كومبوزون تكنولوجيك. دونك هذا الكور اغلبيه كيهم دونك هذا الموديول يا اما كيهم الناس ديال لينسا الناس ديال لا فاك بيان سور اس ام بي اس 6 بيان ماستر. دونك اغلبيه دونك هذا الكور كيما قلت اغلبيه الناس كيقراوه. الا كنت الكترونيك دونك ضروري خصك تكون عارف لا فيزيك دي سيمي كونديكتور. دونك كما قلت جميع تقريبا الشعاب كتحتاج هاد لا فيزيك دي سيمي كونديكتور. حتى الناس ديال الانرجي حتى هما ضروري خصك تكون كتعرف لا فيزيك دي سيمي كونديكتور باش تعرف كيفاش كيف الفونكسيونمون ديال واحد البانو فوتوفولتايك. دونك ا باز ديال لي سيمي كونديكتور كنفهمو لو فونكسيونمون ديال لي بانو فوتوفولتايك كيما قلت لكم. بالنسبه للناس ديال الالكترونيك دونك بيان سور ا باس الا بغينا نفهمو كي كدير تخدم ديود ولا ديود ترانزستور ان بي ان ولا بي ان بي الموسفات والجي فات ولي سيركوي انتيغري. دونك ضروري خصك تكون فاهم لا فيزيك دي كومبوزون الكترونيك. دونك هذا الكور هذا غادي تخدم على الكور ديال الناس ديال اف اس ار. دونك هذا الكور ديال اف اس ار رابا فاكولتي دي سيونس رابا. او ريزومي دونك كيما كندير ديما كنخدم الكور في الجامعه وكندير واحد الريزومي ماشي ريزومي مي واحد كيما بغيت نسمي واحد سيرفول رابيد لواحد الكور واحد اخر. دونك غادي يكون فيه شي ساعتين ونص ديال شي جامعه واحده اخرى. هذاك ساعتين ونص غادي تحط كامله في دقه واحده. دونك كيما قلت الكور ديتاي غادي يكون ديال اف اس ار رابا مي ساعتين ونص غادي نديروها على الكور ديال اف اس دي ام فيز دي انفس. اوكي اولا اكادير دونك يقدر نخدمو ديال اكادير ولا مراكش. دونك على حساب دونك مازال ما شفتش انا الكور ديال اف اس دي ام ديال فاس ديال السيمي كونديكتور. دونك حتى نشوف شي كور مزيان وغادي ندير فيه ساعتين ونص مجبده. اما هذا غادي يكون كل شابيتر غادي نوقف عند يعني غادي نديطاي شي شويه مزيان. دونك لا فيزيك دي كومبوزون الكترونيك فيها خص تكون عارف واحد لا باز بالنسبه للميكانيك كوانتيك. يعني ماشي شي الا كنتي مثلا غير الكترونيك او لا انجينيور دونك ما عندك ما دير لا ميكانيك كوانتيك ولا ميكانيك كلاسيك او لا فيزيك ستاتيستيك كلاسيك. خصك تكون عارف غير واحد لي فورمول دونك ماشي اوبليجي بزاف. اوكي مي الا كنتي مثلا داير فيزيك دي سيمي كونديكتور دونك خصك تكون عندك واحد لا باز مزيانه في لا ميكانيك كوانتيك وفي لا فيزيك ستاتيستيك كلاسيك او لا سيمي كلاسيك. دونك كما قلت لا باز ديال لي سيمي كونديكتور هي كتمكننا باش نفهمو لي جونكسيون بي ان. علاش ان جونكسيون بي ان كدوز ديال الكورون في ان سونس وكتقطعو ليا في لو سونس الاخر وي كندير نخدم ان ترانزستور مثلا ان بي ان. يعني دي بوين دو فيو لي هو ميكروسكوبيك شنو كيوقع لي شارج باش مثلا اون باز كتحكم ليا في مثلا كيكون عندك السورس مثلا عندك واحد السورس واحد الجيت وهنا كيكون عندك الدرين. اوكي هنا واحد لو كورون كيكون دايز واحد الكورون كيكون دايز فواحد الكانال كتسمى. دونك هادو بيان سور كيكون هنا سيمي كونديكتور مثلا هنا فورتمون دو بي ان بلس وهنا سيمي كونديكتور فورتمون دو بي ان بلس وهنا كيكون سيمي كونديكتور بي. وهاد الجيت الدور ديالها هي تحكم ليا في هاد الكورون اللي كيدوز. يعني الا طبقت واحد الفولتاج مقاد ما غادي يدوز حتى كورون هنايا. الا زدت مثلا في الفولتاج هاد الكورون غادي يدوز. يعني هذا هو لا باز ديال الترانزستور. دونك مازال غادي نرجعو نهضرو في هادشي بزاف. اوكي دونك هذا غير اكسبليكاسيون كي كيدير يخدم ترانزستور. دونك حنايا كنعرفو بان ترانزستور اللي كنشوفو واحد البلاك بوكس. يعني ما كنعرفش انا شنو داخل في البوكس. عندي واحد لونطري انبوت وعندي مثلا واحد جوج ديال اوتبوت. اوكي دونك هاد لونطري كندخل ان كورون كنشوف اون فونكسيون ديال هاد لي اوتبوت. هاد لو كورون يمكن لو يدوز يمكن لو ما يدوش. دونك هادشي اللي لانجينيور اغلبيه كيشوف ما كيشوفش شنو واقع لداخل في لي كومبوزون الكترونيك يعني في هاد لي جونكسيون ان بي ان. اوكي دونك هادا اكزومبل ديال الموسفات كيما قلت لكم. هادا ميتال اوكسايد سيمي كونداكتور فيلد افكت ترانزستور جو بونس هادي هي لاكرونيم ديال هادي. دونك كيما كتشوفو هنايا عندي واحد الريجيون لي هي فورتومون دوبي يعني فيها لي زيليكترون بزاف وهاد لي ريجيون فيها لي زيليكترون بزاف.
بيناتهم واحد الكانال هنا ما كايناش ما رسمين ما بيناش مزيان، وهنا كاين الميتال. دونك هذا الميتال هو اللي كيلعب الدور ديال الكيت. دونك الكيت الى ابليكيتي واحد لا طونسيون هي غادي تحكم لك في هذا الكورون ديال لي زيليكترون اللي كاين هنايا. ابليكيتي واحد الطونسيون مثلا صغيره بزاف، الكورون ما غاديش يدوز. زدتي في الطونسيون الكورون غادي يدوز. دونك الى بغينا نفهموا هذه دو بوان دو فيو اللي هو يعني في لا ستريكتور دو بوند. دونك ما عرفتش واش ندخل دابا لا ستريكتور دو بوند، المهم غادي نعطيكم غير فكره على كيفاش كيوقع. مثلا هنا عندي كنعرفوا بان لي سيمي كونديكتور عندهم ما يعرف بلي ستريكتور دو بوند، يعني كتكون عندهم ان بوند دو كونديكسيون بوند دو فالونس. مثلا هذا هو السيمي كونديكتور اللي عندي هنا في الاول، هذا اللي عندي هنا بويسك هذا اللي دو بي ان. دونك لو نيفو دو فيرمي كيكون هنايا، كيكون في شي جهه هنا قدام لا بوند دو كونديكسيون، هذا هو لينيرجي دو فيرمي. اوكي نمشيو دابا للدرين، يعني فين غادي يمشي الكورون. حتى هو نفس القضيه، عنده لي نيفو دو فيرمي حتى هو هنايا، علاش؟ حيت دو بي ان هنا لا بوند دو كونديكسيون، هنا لا بوند دو. دابا نشوفوا الكانال. الكانال هنا مثلا عندي هذاك الفي جي، هذاك الفي ديال الكيت التونسيون. دونك شنو كيوقع؟ الكانال مثلا نفترضوا بانها دو تيب بي، الا كان دو تيب بي دونك هذا نفترضوا بان ما كاين حتى علاقه ما بين هادو. الا كان دو تيب بي لي نيفو دو فيرمي كيكون لتحت، اقروا على هادشي. دونك شنو كيوقع دابا؟ هاد الفولتاج جيت الا كان كبير بزاف، الا كان كبير شنو كيدير ليا؟ كيطلع ليا هذا الفوق، كيطلع ليا هذا الفوق، هذا النيفو الاخر كيطلعوا ليا الفوق، يعني غادي يجي هنايا. وخص كنعرفوا ان في ليكيليبر خص لي نيفو دو فيرمي خصهم يكونوا متساويين، يعني نفترضوا بان هذا غادي يبقى بلاصتو، مي لو نيفو دو فيرمي ديال هذا خصو يهبط لتحت، يعني هذا تولي لا بوند دو كونديكسيون هي هنايا، لي نيفو دو فيرمي ديال هذا غادي يكون مع هذا نيشان، وعاد لا بوند دو فالونس هنايا. نفس القضيه بالنسبه لهذا السيميكتور، هذا لي بوند ديالو غادي يهبطوا لتحت، يهبطوا لهنا باش تكون ايغاليتي ديال لي نيفو دو فيرمي فيهم كاملين. اوكي، ولي نيفو لا بوند دو فالونس تهبط لتحت وهنا بوند. دونك غادي نلصق دابا هاد لي بوند. اوكي دونك هادي عاوتاني بالنسبة. دونك شنو لاحظتو؟ فاش زدت في جي كبرات طلعت هادي. دونك هاد في جي هي اللي كتحكم ليا في ستريكتور. دونك الا بغيت مثلا واحد لي زيليكترون عندي هنايا بغيت ندوزو على حسب هاد لا اوتور ديال البارييغ اللي كاينه هنايا، هاد ليكترون واش غادي يدوز ولا لا. اوكي دونك الا كانت هاد لا بارييغ كبيرة امبوسيبل ليكترون ينقز ليا باش يمشي لهنا باش يكون الكورون دايز. مي الا كانت في جي صغيرة، يعني غادي يكون تكون مثلا غير هنايا، هنايا بيان سور هنايا ساهله الالكترون ساهل يدوز من هاد الريجون هادي، يعني عندي ان كورون الكتريك. اوكي دونك هاد في جي اللي كتحكم في لا ستركتور دو بوند. دونك من بعد غادي نشوفوا هاد لي بوند. دونك هذا غير فكره عامه. دونك الا فهمت لا فيزيك دي سيمي كونديكتور، دونك شنو هو بعدا ان سيمي كونديكتور؟ هو ان ماتيريو كي مونوكريستالين كي يا دي بروبريتي فيزيك بارتيكولي. دونك غادي نشوفوا لي بروبريتي فيزيك ان تيرم دو ريزيستيفيتي و كونديكتيفيتي. مثلا الى هضرنا على لا كونديكتيفيتي، les semi-conducteurs ont une conductivité qui est intermédiaire entre les isolants et les conducteurs. Donc, on a sigma dialum qui est un sigma de conducteur ou sigma des isolants. Donc, la résistivité est une slacadia. Donc, les semi-conducteurs ils sont sensibles au dopage, donc à dire la propriété. Il y a un silicium non dopé caractérisé par sigma 0. Il est des stylos. مثلا واحد الدوباج ان شنو كتولي السيغما ديالو؟ كتولي دي فوا 6 سيغما زيرو اللي كانت عندك، يعني الا دوبيتي لا كونديكتيفيتي غادي تزاد، يعني زدتي بزاف ديال الالكترون يعني لا كونديكتيفيتي غادي تزاد، يعني لا ريزيستيفيتي غادي تنقص. لي سيمي كونديكتور سون تري ريزيستيف بيان سور على تمبيراتور، حيت من بعد غادي نشوفو بان واحد الحاجه اللي سميتها لينيرجي دو كاب ال ديبون دو لا تمبيراتور. دابا نديفينيو هاد لي تيرم كاملين بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما قراو ولا سيمي كونديكتور. دونك غير ملاحظات ان الا زدتي لا تمبيراتور سيغما كتنقص، ولا و ريزيستيفيتي بيان سور غادي تنقص، حيت كنعرفو بان ار و سيغما بيناتهم غولاسيون اللي هي انفيرس. اوكي دونك نزيدو نكملو. دونك اول ثاني حاجه كنشكر هاد الدراري هذا اللي كتب هاد الكور، جو بونس طلع في شي باج ديال اس ام parcours je pense FSR donc cours webon. Donc il m'a dit comme libre le cours d'ima et la page bien science a dit le lien de la page
في لا ديسكريبسيون او لا قلبوا على فيسبوك راه موجود. وما تنساوش تخليو شي ابوني بيان سور الا عجبكم الكور. دونك لا كونديكتيفيتي كتكتب على هذا الشكل هذا السيغما. دونك مازال ما هضرنا على كي درنا جبدنا هذا الشيء، مي من بعد غادي نشوفوا هاد ليكسبريسيون نو ان فوا ان. دونك تلاحظوا بان السيغما ال ديبون دو ان، يعني الدوباج على نوع دي الكترون، الدنسيتي دي الكترون، نو ان هي لا موبيليتي، كيو هي لا شارج ديال لي الكترون. لا فيتاس، العلاقه بين لا فيتاس ولا موبيليتي هي هذه في ايتيغال ا نو فوا او. دونك بحال الا قلتي لا موبيليتي هي الا حطيتي مثلا واحد لا شارج فواحد لو شون الكتريك، كي غادي تصرف؟ واش ساهل واش ساهله تمشي في هذاك لو شون الكتريك، اولا كتلقى واحد الريزيستيفيتي باش تمشي في هذاك لو شون الكتريك؟ دونك هذه هي ديفينيسيون ديال الموبيليتي، يعني عندها علاقه مع لا فيتاس، يعني هي لا كاباسيتي دو سو موفوار مثلا في واحد لو شون الكتريك. اوكي، دونك هادشي اللي كاين. دوزو سيمي كونديكتور كيما قلت. دونك هادي هي السيغما. دونك سي تي اوغمونت لا موبيليتي كتنقص، الوغ ان تي ال اوغمونت، دونك سيغما تا هي كتزاد. اي دونك هادشي مازال ما شفنا هاد لي زيكسبرسيون هادو. دونك لي مهم في لي سيمي كونديكتور هما لا ستركتور دو بوند. دونك كاينين لي سيمي نشوفو ما عرفتش شكون شي قرا لا ستركتور دو بوند. دونك غادي نحاول ندير واحد رابيل. دونك شنو كيوقع دابا؟ مثلا عندك واحد لاطوم، اتوم وحده، اتوم ايزولي، هادي اتوم. كنعرفوا ان دابخي لا ميكانيك كوانتيك لي زينيرجي ديال هاد لاطوم هادي هي سون ديسكري، يعني لي زينيرجي ديالها، يعني مثلا الا كانت عندك هنا او زيرو هادي واحد لينيرجي بوسيبل، هادي او ان، هادي او دو، وانت طالع حتى ال او ان، يعني لاطوم ديالك ما يمكنلهاش تاخذ شي انرجي ما بين هاد جوج، مثلا او واحد او جوج ما يمكنلهاش تاخذ واحد لينيرجي. مثلا افترضوا بان هاد او 2 كتساوي مثلا 3، او 1 كتساوي 2، ياك؟ دونك لينيرجي الا قلت لك واش لاطوم يمكن لا تاخذ 2.3 امبوسيبل. دونك لي زينيرجي بوسيبل ديال لاطوم غير هادو، عليها كنسميهم دي نيفو دينيرجي ديسكري، اولا كنسميهم دي كوانتوم دينيرجي. يعني واحد الكوانتوم، شنو معنى كوانتوم؟ هو واحد الكميه بيان ديفيني، يعني محدده ديال الطاقه اللي يمكن لها تاخذها لاطوم. دونك هذا هو الفرق ما بين الميكانيك كلاسيك ولا الميكانيك كوانتيك. ان الميكانيك كوانتيك كتقول لي بان ما كاينش شي اوبجي، يعني لي زينيرجي كاملين ديال لي زوبجي كلاسيك يمكن لهم ياخذوا جميع لي زينيرجي. يعني الا خديتي واحد تراسيتي ديياغرام ديال لينيرجي سينيتيك ولا لينيرجي بوتونسييل مثلا ديال واحد لاماس ام، تلقى شي حاجه بحال هكا، يعني شي حاجه اللي هي كونتينيو، وهذه الانرجي بوتونسييل وهذه الانرجي سينيتيك، ولاصوم ديالهم بيان سور كتعطيني الانرجي توتال اللي هي كونستانت. اوكي، دونك كما كتلاحظوا هنا الانرجي كونتينيو، يعني جميع لي فالور سون بوسيبل بور الانرجي. الوغ كو بور مثلا واحد لوبجي اللي هو كوانتيك لي زينيرجي كيكونوا ديسكري. دونك هادشي ديجا شوف لا باز لا ميكانيك كوانتيك. دونك هادشي كنقولوا بالنسبه لي زانجينيور لي ما عمرهم ما قراو لا ميكانيك كوانتيك، ولا وقال دابا كلشي ولا كيقراها. دونك هذه هي ليدي ديال لا ميكانيك كوانتيك. لاتوم شونج دينيرجي بار دي باكي، دونك لان او لانتيراكسيون ديال لا لوميير مع لاتوم اي سو في بار دي باكي دينيرجي. مثلا الا بغيت نكسيتي مثلا عندي واحد الالكترون هنايا عنده او 0، بغيت نكسيتيه يعني بغيت نطلعوه لو 1، شنو خصني نعطيه؟ خصني نعطيه واحد لينيرجي ديال الفوتون كتساوي او 1 ناقص او 0، يعني ديفيرونس ما بين هاد الجوج عاد باش نكسيتي ونطلعو لهنا. اما الا عطيتو شي فالور قل من هادي ما عمره ما غادي يطلع ليا من هنا، يبقى ديما هنايا. اوكي، ولا عطيتو كثر بيان سور على حساب، يعني الا عطيتي او 2 ناقص او 0 غادي يجيك لهنا. اوكي، دونك هادي هي ليدي ديال لا ميكانيك كوانتيك. دونك نرجعو للسياق ديالنا. كما قلت لكم الا كانت عندك اتوم، دونك الا كاركتيريزي بار دي نيفو دينيرجي، زدتي اتوم وحده حتى هي عندها كاركتيريزي بار دي نيفو دينيرجي ديسكريت، اتوم وحده اخرى. دونك دابا هادو افترضنا بان هاد لي زوج اتوم ما بيناتهمش اون انتيراكسيون. دابا تخيل جبتي اون انفينيتي دي اتوم ولصقتيهم، هاد لي نيفو دينيرجي غادي يعطيوك شي متحت شي تقريبا شي متلاصقين، حيت عندك بزاف ديال لي زاتوم، وهنا عاوتاني يعطيك متلاصقين. دونك هادشي اللي كيعطيك في السوليد فاش كتجمع لي زاتوم بزاف كيعطيك شي حاجه بحال هكا. هاد لا بوند الفوقانيه سميناها اون بوند دو كونيكسيون، وهاد لا بوند التحتانيه سميناها اون بوند دو فالونس.
دونك دابا نعرفوا علاش سمينا هذه بون دو كونديكسيون، حيت هي اللي غادي تعطيني اون ايدي على لا كونديكسيون مثلا في الكريستال. والانرجي اللي بيناتهم او لا زون اللي بيناتهم سمينا ان زون انترديت، وسمينا الانرجي ديال هاد لا زون هي انرجي دو غاب. يعني الا بغينا اكسبيريمنتالمون الا بغينا نعرفوا هاد الانرجي دو غاب شنو كنديروا، كنديروا دي تيست، كنصيفطوا دي فوتون دي فوتون دو ديفيرونت انرجي مثلا اش نيو، كنبدلو مثلا الفريكونس اش نيو واحد، نصيفطو اش نيو جوج، نصيفطو اش نيو ثلاثة. شنو واحد اللقطة شنو غادي نلاحظو؟ بان لا كونديكتيفيتي ديال الكريستال تبدلات. مثلا فاش كنصيفط اش نيو واحد ما كيوقع واحد، اش نيو جوج ما غادي يوقع، فاش نصيفط اش نيو ثلاثة غادي نلاحظ بان السيجما ديال الكريستال تبدلات، تزادت. شنو معناتها؟ يعني كشديتي الكترون وطلعتيه للفوق، طلعتيه لهاد لازون، يعني لينيرجي هاد اش نيو 3 راه هي لينيرجي دكا. اوكي، دونك هادي اكسبيريمنتالمون كي كنديرو نعرفو واحد لينيرجي دكا ديال واحد الكريستال. اوكي، يعني كنصيفطو واحد لينيرجي على حساب لا كونديكتيفيتي اللي غادي نحسب، غادي يمكن لي نحدد شكون هي لينيرجي اللي كتاكسيتي لي الكريستال ديالي. اوكي، دونك هادشي اللي كاين. دونك كيما قلت لكم فاش كنجمع لي جاتون بزاف كيعطيني هاد لا بوند، كتفرقوا لي هاد لي دو بوند، وحده في ان بوند دو كونديكسيون والاخرى ان بوند دو فالونس. دونك اغلبيه بقى نرمزو لهم غير هكا بوند دو كونديكسيون، وهنايا بوند دو فالونس. اوكي، دونك وبيناتهم لينيرجي دو كاب. دونك هنا بيان سور الى اعتبرت بان الكريستال ايزوني. اوكي، دونك هنا فين عندك لي ترو، هنا كنسمي عندي لي زيليكترون. هنا راه عندي غير لي زيليكترون، مي دابا نشرح هاد لا نوسيون دو ترو. دونك شنو كيوقع اباس تمبيراتور؟ اباس تمبيراتور هنا لي زيليكترون كيكون هنا لي زيليكترون، كنعرفو بان لا تمبيراتور راها انرجي، يعني اي اون تمبيراتور اون بو كوريسبوندر اون انرجي تيرميك اللي هي كابيتي. دونك الا كانت عندك هاد تي صغيره بزاف، الانرجي تيرميك كتكون عندك صغيره بزاف، يعني صعيب، يعني غير باغ انرجي تيرميك صعيب تصيفط واحد الالكترون من لهنا وتجيبو لهنا. دونك شنو خص عندك؟ خصك تطلع على طومبيراتور باش تكون الانرجي تيرميك كبيره باش يمكن لك تصيفط واحد الالكترون، يعني خص الانرجي تيرميك تكون كبر من الانرجي دكاب، او لا تسمون كبر، نقول حنا كبر شويه الانرجي تيرميك، يعني بقى نطلع في لا طومبيراتور حتى تحقق لي هاد لا كونديسيون انرجي دكاب، عاد هذيك الساعه يمكن لي نطلع واحد الالكترون من لهنا نطلعو لابون دو كونديكسيون. اوكي، دونك هادشي اللي كيقول هنا الا كانت اباس تمبيراتور ما عنديش دي زيليكترون ما غاديش يدوزو لي زيليكترون من لابون دو فالونس لابون دو كونديكسيون، و ا تمبيراتور بيان سور غادي يدوزو لي زيليكترون من لابون دو فالونس لابون دو كونديكسيون. دابا شنو كيوقع ليا؟ تي ايكال ا زيرو، تي ايكال ا زيرو تو لي سيمي كونديكتور كيكونو ايزولون. مي في هاد الحالة خصني نفرق ما بين لي سومي كونديكتور، كاين لي سومي كونديكتور لي هما نون ديجينيري هو الحالة لي غادي كنخدمو عليهم دابا، وكاينين دي سومي كونديكتور لي هما ديجينيري. دونك إلا كنت كنهضر على لي نون ديجينيري فإن تو لي سومي كونديكتور سون إيزولون ا تي إيكال ا زيرو، يعني لي سومي كونديكتور بيان سور نون ديجينيري. في الحالة ديال ديجينيري ا تي إيكال ا زيرو كيكون عندي زيليكترون في لابون دو كونديكسيون. دونك شنو هو الفرق ما بين ان سومي كونديكتور ديجينيري و ان سومي كونديكتور نون ديجينيري؟ دونك هذا هو الفرق سيمي كونديكتور. دونك حنا دابا كنخدمو على لي سيمي كونديكتور نون دي جي نيغي. اوكي، دونك شنو كيكون عندي؟ كيكون هنا لا بوند دو فالونس، هنا لا بوند دو كونديكسيون، بيناتهم واحد الانرجي دو كاب كنا، لو نيفو دو فيرمي اللي مازال ما ديفينيه كيكون ما بين لا بوند دو فالونس، دونك هذا هو الانرجي دو فيرمي، كيكون ما بين لا بوند دو فالونس ولا بوند دو كونديكسيون. دونك هاد لي تيب دو سيمي كونديكتور كنسميهم دي سيمي كونديكتور نون ديجينيري. في الحاله الثانيه السيمي كونديكتور اللي هو ديجينيري في هذه الحاله كيكون عندي العكس، كيكون عندي لو نيفو دو فيرمي يا اما كيكون هنايا يعني في لابون دو كونديكسيون، او اللي يقدر يكون عندك هنايا في لابون دو فالونس، شي قنت هنايا في لابون دو فالونس. اوكي، وهنا عندي قلنا انرجي دكا. دونك هاد الا كان عندي نيفو دو فيرمي لداخل لا بوند كونديكسيون لا بوند دو فالونس او فوق لا بوند كونديكسيون، كنقول بانه سيمي كونديكتور اللي هو ديجينيري.
هاد سيمي كونديكتور دي جينيري الا كانت تي ايكال ا زيرو كا كيكون عندي دي زيليكترون مثلا التعريف ديال النيفو دو فيرمي هو لو ديرني نيفو اوكوبي ا تي ايكال ا زيرو يعني تخيل مثلا عندك لو نيفو دو فيرمي هنايا في لابون دو كونديكسيون كنعرفوا بانه يعني او اف كيمثل ليا هو لينيرجي ديال لي زيليكترون اللي جمعتيهم كاملين ا تي ايكال ا زيرو اوكي مثلا انا نزيد نفسر لك الا كانت عندك هنا الى جوج ديال الالكترون هذا لو نيفو او 0 زدتي جوج ديال لي زيليكترون يعطيك او 1 بقيتي كتزيد في لي زيليكترون حتى وصلتي لواحد اخر نيفو اللي يمكن لك يعني هذا هو عندك مثلا ان الكترون عمرتي انت هادشي كامل بان الكترون هاد لو ديرني نيفو اللي يكون هنا هو النيفو دو فيرمي دونك اجي نفهمو هنايا مثلا الا وصل ليا لهنا يعني راه عندي زيليكترون هنايا في لابون دو كونديكسيون يعني هذا واخا تي ايكال ا زيرو راه عندك دي زيليكترون في لابون دو كونديكسيون بيان سور الا بغيتي تحرك هاد لي زيليكترون خصك تابليكي واحد ديفيرونس دو بوتونسييل باش يمكن لك تحركهم يعني خصك تابليكي واحد لو شون الكتريك باش يمكن لك تلقى كورون الكتريك اوكي دونك هذا هو الفرق نفس القضيه بالنسبه هنايا حتى هنايا هنا راه عندك دي ترو ما تنساش دي ترو راه هو العكس ديال الالكترون يعني اعتبرهم بحال دي شارج بوزيتيف يعني نيفو دو فيرمي هنايا يعني هنا عندك دي ترو هاد لي ترو يمكن لهم يتحركوا ويعطيك ان كورون دو شارج بوزيتيف اوكي دونك جوج الحالات الا كان نيفو دو فيرمي سيتوي دو لا بون دو كونديكسيون او بيان دو لا بون دو فالونس سي ان سيمي كونديكتور اللي هو دي جينيري ولا كان عندك نيفو دو فيرمي ما بين لا بون دو كونديكسيون ما بين لا بون دو فالونس سي ان سيمي كونديكتور اللي هو نون دي جينيري والحل اللي نخدموا عليه اغلبيه هو نون دي جينيري دونك هادي باش تعرفوا اوكي هنايا غير واحد اكزامبل تيبيك مثلا ديال ان 300 بالنسبه للسيليسيوم كتكون 10 اس 10 500 كتكون 10 اس 14 اكسيتيرا اكسيتيرا دونك اغلبيه ديال السيمي كونديكتور غتلقاهم كيجبدوهم كيديروا دي زالياج ما بين 3 و 5 دونك ما بين لي زاتوم ديال 3 و 5 كنديروا دي زالياج باش كنلقاو دي سيمي كونديكتور اللي هما كو سوسوا بينير يعني جوج ديال فيها جوج ديال لي سيمي كونديكتور او بيان ترنير او لا كواترينير وقال جو بونس هادي لو اس اي اي اغاب انديريكت دونك هادو ما بين الحوايج خصكم تعرفوها من السيليسيوم حيت هو اللي كنخدم فيه في الالكترونيك ولا ميكرو فابريكاسيون اغاب انديريكت نو بو با ايميتر دو لا لوميير اها اون نو بو با ليتيليزي كوم دون لي ديود الكتروليمينيسونس دونك دابا نعرفو شنو معنى تكاب انديريكت دونك باش تجي تفهمو دونك نورمالمون لا ستريكتور دو بوند كتكون شي حاجه بحال هكا ماشي لينيير ماشي كما قلت لكم في الاول هكا نورمالمون كتكون شي حاجه بحال هكا دونك عندي جوج ديال لي سيمي كونديكتور هادي هي لا بوند دو كونديكسيون هادي هي لا بوند دو فالونس دونك الا رسمت الا بغيت ندوز مثلا من لهنا لهنا بالنسبه لان سيمي كونديكتور انديريكت خصو يجي لهنا عادي يدوز لهنا يعني لو مينيموم ديال لا بون دو كونديكسيون نو كوريسبون با او ماكسيموم ديال ما عندوش نفس كا اوكي دونك خصك اكسيتيه بواحد لا لوميير وخصو ايمي واحد الفونون باغ اكزومبل ان فونون عاد باش يجي لهنا يعني خصو فيبري الكريستال باش يوصل لك لهنا دونك هادو كنسميو دي سيمي كونديكتور اغاب انديريكت سيمي كونديكتور اغاب ديريكت بيان سور كيكون هنا لا بون دو كونديكسيون او تحتو نيشان لا بون دو فالونس يعني لو ماكسيموم كيكوريسبون او مينيموم يعني il suffit de صيفط واحد اشنو باش تحرك هذا المينيموم الماكسيموم ديال لا بوند فالونس للمينيموم ديال لا بوند كونديكسيون دونك هذا كيتسمى اكاب ديريكت بيان سور سيليسيوم كيما قلت سي تان اكاب انديريكت اوكي نزيدو كمل شويه نوقفو semi-conducteur à gap direct utilisé pour émettre la lumière. Ok, donc on a une relation entre h nu est égal à hc sur lambda, et nu est égal à lambda, et l'énergie de gap. Lambda est égal à 1/24 على eg. Ok, donc on a déjà besoin de savoir, par exemple, on a besoin d'x égal à un semi-conducteur. Ou quand on a besoin de l'énergie de gap, on a besoin de choisir la lumière. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer, on sort. نكتب لاندا ايتيغال 1.24 مثلا على 1.1 هذا قلت بونس بوغ لو سيليسيوم لينيرجي د كاب ديالو ولكن هنا ما يمكنليش ندير لينيرجي د كاب حيت هذا سيمي كونديكتور ديريكت انديريكت بالنسبه للسيليسيوم دونك انا نخلي او جي حسن دونك الا بغيت نعرف لا لوميير باش ان اكسيدي الكريستال
غادي نطبق هاد العلاقة 1.24 على الانرجي كاب ديال السيمي كونديكتور ديالك. وما تنساوش هنا بالـ EV كتعطيك لاندا. اوكي، لارونجمون دي زاتوم دون ان سيمي كونديكتور. دونك كنعرفو كيما شفتو في الكريستالوغرافي بان لي زاتوم، حطيت واحد لي زاتوم اون سيمي كونديكتور ولا في الكريستالوغرافي كيتارونجاو. دونك بالنسبه للسيليسيوم سي ان سي اف سي ديامون، يعني ستركتور ديالو هي سي اف سي كوبيكا في السونتري. خصكم تكونوا عارفين كيدير تثبت ان بلون اتوميك. دونك مثلا هذا البلون هذا شنو هو، هذا كتعرف بان هذا البلون راه باراليل للزد و باراليل اكس. دونك كيكون عنده زيرو سويفون زد و زيرو سويفون اكس و الان سويفون واي. دونك هذا هو البلون 0 1 0 بالنسبه لهذا، هذا باراليل بالنسبه للاكس و الواي، دونك غادي يكون 0 0 وبالنسبه للزد غادي يكون اكسيتيرا. دونك هادشي ديجا كتعرفوه. بالنسبه للسيليسيوم كنعرفوا بان كيدير 4 اتوم دو ليزون، يعني عنده يمكن له يدير 4 لي ليزون. اوكي، عنده 14 الكترون. الا لا تمبيراتور سيتي اوغمونت لينيرجي تيرميك كتكون هي 3.5 كابيتي. دونك علاش انا اختارينا 3.5؟ حيت كنعرفوا بان لينيرجي تيرميك مثلا في كتقولي لا تيوري التيوريم دو ديكو بارتيسيون. دونك عندي واحد تيوريم ديكو بارتيسيون دينيرجي. شنو كتقولي؟ كتقولي بان شاك دوغري دو ليبرتي، شاك دوغري دو ليبرتي عندك ان دومي كابيتي. مثلا كان عندك الاكس والايغريك والزد، دونك كتكون عندك 3.5 كابيتي ديال الانرجي. كانت عندك اكس ايغريك والزد والفيبراسيون تكون عندك 5.5 كابيتي، او الروتاسيون تكون عندك 5.5 كابيتي. دونك على حسب لي دوغري دو ليبرتي اللي عندك كتزيد. هذا نورمالمون كنديرو هنايا اي سور 2، و اي هو لو نومبر دو دوغري دو ليبرتي. دونك الا كان عندك غير في 3 ديريكسيون اكس ايغريك زد، دونك كتكون 3.5 كابيتي. اوكي، دونك الا حيدت الالكترون، واحد الالكترون من لهنا حيدته من لهنا، دونك شنو الالكترون كيخلي في بلاصتو ان ترو دو شارج بوزيتيف. عليها كنقولو بان لي سومي كونديكتور سون اون ايكيليبر، يعني واخا كتحيد الكترون راه ما كيتشارجاش، كيعوضو بترو، يعني راه كيبقى ديما نودر. اوكي، لي سومي كونديكتور راه ماشي شارجي. هادو ما بين لي كيسيون تريك اللي كيتحطو يقول لك السومي كونديكتور الا مثلا دوبينا والسومي كونديكتور كيولي شارجي. راه لا، واخا كدوبي ان اولا دوبي بي، السومي كونديكتور ديما كيبقى عندك نوتر. اوكي اوكي، دونك مثلا دونك هادشي اللي قلنا هنايا ديجا شرحناه. سي اون ابليك ان شوان الكريك ديبلاسمون دو ترو، دونك هادشي ديجا كتعرفو. دونك نتلاقاو فيديو واحد اخر. تشاو تشاو، ما تنساوش تخليو شي جيم شي ابوني.